اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد، وفقرتنا لسه بالطفوله ولساتنا بمود الاغنيه اللي حطلنا اياها حسين. شكرا يا حسين، حلوه كثير يعني. اعطت ابتسامه وجو من الفرح للطفوله. كل واحد فينا جواته طفل. بما اننا بنحكي عن الطفوله وفقرتنا الان عن متحف الاطفال، متحف الاطفال استحدث قسم جديد سماه كان يا مكان، كاستجابة للفضول الفطري عند الأطفال من عمر سنة لخمس سنوات. رح نتعرف أكثر على هذا القسم وليش سموه بهذا الاسم وشو أهم الموجودات الموجودة في هذا القسم، من خلال مديرة المتحف الأستاذة سوسن دلق. أهلا وسهلا فيك ست سوسن، صباح الخير. يسعد صباحكم، يعطيكم ألف عافية. أنتم اللي يعطيكم ألف عافية، يعني جهودكم دائما مشكورة. بهاي يعني دائما نقول هذا منجز وطني، هذا متحف الأطفال لكل الأردن ولكل الأردنيين، ومصدر فخر لنا أنه كنا أول متحف بالشرق الأوسط. الحمد لله. تحكي لنا بداية ست سوسن عن القسم الجديد اللي استحدثته، Once Upon a Shape، أو كان يا مكان. كان يا مكان، احنا كثير متحمسين عليه. قبل بدي أحكي لكم القصة والخلفية لإله. قبل ثلاث سنين حطينا أهداف استراتيجية ورجعنا من أهداف لأنه إيش المواضيع اللي لازم نركز عليها، وشو وكان الهدف إنه شو في أشياء مش مغطية بالأردن أو ما في مؤسسات تانية عم تشتغل عليها، وممكن يكون لنا واجب وطني احنا كمؤسسه كمتحف اطفال مؤسسه تعليميه انه نركز عليها. لقينا انه في فراغ كثير كبير لهي الفئه العمريه اللي عمر سنه لخمس سنوات، انه ما في كثير عم يشغل دور الحضانات مثلا، مش هو جزء مش جزء من التعليم الاساسي، مش اجباري للطفل او للاهل انه يودوا اولادهم عليه. شو في اشياء ممكن المتحف يغطيها بقدراته؟ طبعا يعني ما رح نقدر ندخل بمجالات احنا هي اكبر منا، بس بقدراتنا. فبدت من هون في الوقت نفس الوقت كمان كان في طلب من زوارنا انه ليش ما في منطقه مخصصه لهذا العمر كمان. هذا العمر حساس جدا، كثير صعب نحط طفل عمره سنتين مثلا مع طفل عمره 12 سنه. المتحف في اماكن كانت مناسبه للاعمار الصغيره، بس ما كان في منطقه مسكره لإلهم لحالهم لخصوصيتهم لتعلمهم اكتساب المهارات لإلهم. المحاكاه احتياجاتهم، يعني الحركه مثلا بالنسبه للطفل كثير مهمه، استيعاب الالوان، استيعاب الاشكال، هاي الاشياء. فمن شي سنة ونص تقريبا نزلنا عطاء وبدأنا نشتغل مع شركة بريطانية للتصميم والتصنيع لهاي المعروضة، والحمد لله هلأ وصلت أخيرا، خلصت وبدأنا نركب فيها، وإن شاء الله الافتتاح الأسبوع الشهر الجاي. هذا الشهر؟ شهر أول شهر عشرة تقريبا، نص شهر عشرة. المعروضة هي اللي هو مع أسبوع الطفل العربي بالضبط. إحنا عشان هيك متحمسين كتير، رح يكون كتير حلو، رح يكون والمتحف بيكون عم بيحتفل بشهر الطفل العربي وقتها، فرح يكون كله مناسب مع بعضه. المنطقة فيها معروضات مختلفة من أول ما يدخل الطفل. بتشتغل أكثر إشي المعروضات بطرق غير مباشرة على حواس الطفل، السمع، اللمس، إنه هو يكتشف لحاله، إنه هي ومبنية على الأنماط والأشكال، إنه بده يصير يربط. هلا إحنا بنتوقع كل الطفل ما يكبر من سنة لسنتين بيصير يربط ويعمل يربط المفاهيم مع بعض. بطرق غير مباشرة رح يقعد يبني في منطقة للبناء، في منطقة بتعلم عن رقصة النحلة وكيف هي بقى بتجيب النحل أو بيقلد حركاتها، في منطقة للرسم، المغناطيس، في منطقة أنا كتير حبيبتها هي المفضلة لإلي، منطقة اسمها كوايت سبيس اللي هي المنطقة الهادئة، هي زي تقريبا شبه عتمة بس مش كتير، وفي بعض الإضاءة ممكن الأم تقعد مع طفلها يقرأوا قصة، ممكن تصير احنا نعمل حلقات يعملوا سياحة تأمل كمان تأمل الراحة بعد اللعب وبعد الحركة وهيك، انه برضو منطقة للراحة. ان شاء الله يعني احنا متحمسين انه نشوف شو ردود فعل الزوار. وهم مكانها وين بالمتحف؟ يعني داخلي جزء منها خارجي؟ لا كلها داخلي، كلها داخلي في المنطقة اللي أول ما بندخل على قاعة المعروضات. كان في معروضة القلاع لحد فترة قريبة قمناها وهي صارت المنطقة اللي بدالها فالجديدة. أهم الوسائل للعب، قلتي انه في وسائل حسيه سمعيه بصريه، يعني هل في بما انه من الاسم كان يا مكان ممكن يكون في مثلا بوقت محدد قراءه قصص من قبل اشخاص
أكبر أو من قبل حتى أطفال بس بعمر أكبر؟ ممكن الأطفال. هلا واحدة من الأشياء اللي عملناها إنه بالثلاث سنين الماضية كان الفريق عم نشتغل على تقوية مهارات الفريق بالطفولة المبكرة، بأنهم يكون عندهم المهارات لترتيب برامج خاصة لهذا العمر. ما بنقدر كمان حتى إن كان للعلوم إن كان بالقراءة بأي مجال لازم يكون في نوع من التخصص، مش زي اي طفل الاكبر عمرا اللي هم صاروا عندهم نوع من التطور اكثر. فراح يكون في برامج على مدى الوقت، احنا كثير متحمسين في برنامج راح يكون تعليم العلوم للاطفال من خلال الفن والقراءه ونشاطات بالايدين واشياء مثلا بيلزقوها بيركبوها معجون اشياء بتنمي العضلات كمان، بس مثلا راح يتعلموا عن ماده علميه بحته هي، بس راح تكون بطرق بسيطه مبسطه ومتخصصة لإلهم. فهلأ الفريق تدرب عليهم، جبنا خبراء بالثلاث سنين الماضية على مراحل مختلفة اللي يدربوا الفريق ويعلموا. صار عندنا حتى شخص هي اللي بتقود الفريق بموضوع الطفولة المبكرة، فهذا كثير إشي أنا مبسوطة عليه، لأنه صار في يعني من جميع النواحي، مش بس عملنا المنطقة هذه، رح يكون في منطقة في برامج، في برامج مختلفة بأوقات مختلفة، والبرامج كمان بدأت اوريدي هي بالفترة الماضية. كان عندنا هزيج الطفولة اللي عم أغاني للأطفال، هو برضو مخصص، كان عندنا فوضى الألوان اللي هو الأطفال عم يدخلوا بلونه بفوضى مش معقولة، منظرهم كثير كان بيكون حلو، كان يعني بتقدر تقولي هي عم نحط لهم. انتوا فعلتوا يعني القسم هدول البرامج كانت مفعلة بالفترة الماضية كجزء من التحضير للمنطقة اللي رح تيجي، وكجزء من التركيز على هاي الفئة العمرية اللي ما كان في تركيز عليها. فصار لها هلأ شي سنة ونص عم نركز من ناحية برامج، وهلأ مع وجود هاي المنطقة صارت كلها حلقة متكاملة الحمد لله بين برامج ومعروضات. هلا كيف راح يكون التنسيق باوقات اذا في فعاليات بهاي المنطقه الجديده، خصوصا انه هدول الاطفال يمكن في بعضهم بيكون راح البري سكول حضانه، في بعضهم بالكي جي لسه، يعني في ناس لسه ما دخلت اساسا مدارس، بيختلفوا زي ما تفضلتي مزبوط. هلا رح تكون البرامج احنا دائما بنحضرها قبل بوقت، برنامج الشهر كله، وبتكون يعني مثلا اذا احنا عم نحتفل بشهر الطفل العربي بيكون في برامج مخصصه من شهر الطفل العربي لهي الفئه العمريه، فبتكون متناسبه مع بقيه البرامج اللي ماشي بالمتحف بنفس الوقت، بس عم نتاكد انه لهم حصتهم وبيعلن عنها قبل بوقت، موجوده على الموقع الالكتروني، بنحط عنها على الفيسبوك، على صفحتنا على تويتر، بنضل نعلن عنها. الزائر هو داخل دائما بيلاقي البرنامج معروض، انه بيقدر يعرف يقرر اذا الام عندها ثلاثة اولاد مثلا بتقول انا بقدر اخذ هذا الطفل هون بيحضر هذا البرنامج، طفل ثاني بيحضر برامج ثانيه، بيقدروا يلعبوا ويتجولوا بباقي مرافق المتحف. فدائما رح يكون مقسم ايش عم بيصير بالمكتبه، ايش بالمنطقه الجديده، وايش بباقي مرافق المتحف، ودائما معلن عنها يعني. طيب هلا هاي المنطقه او الاريا او المكان اللي فيه مخصص راح يكون للاطفال، اللي هو كان يا مكان قلنا من سنه لخمس سنوات، ممكن ينتركوا لحالهم يعني في رقابه، ولا لازم رقابه الاهل او الاهل يكونوا موجودين معهم؟ هلا كسياسه للمتحف احنا دائما نطلب رقابه الاهل تكون موجوده، الميسرين التربويين موجودين بهاي المنطقه راح يكونوا موجودين بالاخص اكثر من اي محل ثاني، بس بنفس الوقت احنا كسياسه بنامن كثير بالتفاعل بين الاهل واطفالهم، يعني مش انه لانه العمليه التعليميه هي عمليه فيها مشاركة، الطفل لحاله ما بيقدر، وكثير مرات ناس بيسألونا ليش ما عندكم ناس أكثر زي المتاحف التقليدية، إنه مثلا ياخذونا من هون لهون لهون جولات، وإحنا هاي اللي إحنا ضدها، لأنه الهدف من التعلم بالمتحف هو الفضول، هو الاستكشاف للطفل، ما بدنا نلقنه ونقول له هذا صح وهذا غلط، لا أعمل هيك لا ما تعمل هيك، هذا بالضبط اللي عم نبعد عنه. يعني المشكلة احنا بمجتمعنا انه احنا اصلا عم نقيد الطفل كثير، بدنا على الاقل لما يوصل لعنا بالمتحف انه ينطلق هو يكتشف هو يوصل للاجابات، وبنفس الوقت يكون في تفاعل بينه وبين اهله. هاي العملية التعليمية اللي بتصير بين الاهل او بين الام وطفلها كثير مهمة، فلما احنا نتركهم لحالهم
اوكي رح يتعلم، رح يكتشف لحاله، رح ينبسط ورح يلعب، بس مش زي لما انا اكون موطي معه وقاعده على الارض وعم بنحاول نكتشف شيء. لانه بيكونوا مرات بالاسره اكثر من طفل واكثر من فئه عمريه، ف مزبوط بدك مرات تحطي مثلا تقولي هذا خليه يلعب لحاله عبال ما انا ارافق مثلا ابني او بنتي اللي من فئه عمريه ثانيه وعشان المتحف هيك كبير كثير كبير وعشان هيك الميسرين موجودين وهو من يعني كل المرافق امنه جدا للاطفال، وبهيك حالة بتقدر الأم إنها تكون مع طفلها الأصغر اللي هو بحاجتها أكثر بوجود الميسرين وتحضر البرامج، لأنه كمان هذا العمر اللي بنقعد معهم على الأرض أكثر إشي، لازم يعني لازم الأم تكون قاعدة على الأرض عم بتغني معهم، عم بلونوا مع بعض، عم بيعملوا نشاط مع بعض، هذا أكثر مرحلة إحنا محتاجين الأم فيها، فهي بتقدر تتنقل بين مناطق مختلفة وإحنا موجودين لنساعد بكل الأحوال. هلأ لما بنقول أنماط وأشكال وإحنا بنعرف أنه يعني بهاي المرحلة ببلش الطفل فعلا يتعرف على النمط، على الشكل، على اللون، على الرقم، لأي مدى بتزوده بالمعرفة إذا كان هو لسه مش داخل مدرسة مثل هاي المنطقة اللي يعني رح تفتتح إن شاء الله؟ هي الفكرة التعلم الفطري اللي بيجي داخل الطفل لحاله، وهي ليش موجود الميسرين ومطلوب وجود الأهل يكونوا مع الطفل عشان يساعدوا، وحاطين كمان زي نوع من الساينات موجودة بكل المناطق اللي بتعطي الأفكار للأهل إنه جربوا اعملوا بهاي المنطقة بالذات، جربوا اعملوا هذا النشاط، جربي اسألي ابنك هذا السؤال بهاي المنطقة وهو عم بيلعب بهاي المعروضة. فكمان عم نساعد الأهل إنه يحاولوا هم يغذوا، هلأ موجودة يعني هي المعروضات بالنهاية أدوات، كيف بنقدر إحنا نسخرها ونستعملها هون شطارتنا. الطفل لحاله عنده استيعاب عظيم زي الاسفنجة، بيقدر ياخد شوي شوي، فزيارة على زيارة أنا متأكد رح يقدر يستوعب هاي الأشياء. إحنا بندعم العملية التعليمية الرسمية، بس إذا كانت مش موجودة فبرضو هذه تنمية مهارات كتير مهمة بهذا العمر، وكل ما الطفل استعمل إيديه بهذا العمر أهم إشي، لأنه هي بتحرك كل التفكير عنده، كل إشي بيبدأ من إيديه يعني. مظبوط، حتى العضلات لما بيقويها بالمعجون وبالأشياء هاي وبالرسم بيقدر إنه يسكر سحاب وعي، بيقدر يربط ربات بوتو، يعني هاي الأشياء بتنمي العضل عنده. في أطفال يعني بعمر بهاي الفئة العمرية ما بيقدر يربط بوتو أو يسكر سحاب أو يسكر زر، فهاي كتير مهم للحياة الحياتية اليومية. هلأ ست سوسن، حابين نعرف بشكل عام عن المتحف مش بس هذا القسم، أهم البرامج اللي بتشتغلوا عليها مع دخول المدارس، في لكم برامج معينة يعني بتشجعوا زيارات المدارس؟ هلأ بيبدأ موسم زيارات المدارس والرحلات المدرسية، في برامج كتير مخصصة للمدارس إنهم يحجزوا هاي البرامج عن الكهرباء، عن الضوء، عن البيئة، وإحنا دايما بيكون عنا بأول يعني هلأ رح تجهز بوقت قريب اللي هي النشرة الإخبارية للمدارس، فهي بيكون فيها كل البرامج اللي لهم، بيقدروا يحجزوها وييجوا يزورونا، بيقدروا ييجوا لزيارة العامة زي دايما للمتحف، وبرضو هاي بتصير عن طريق الحجوزات. نستقبل المدارس الحكومية والمدارس الخاصة دائما، ودايما وقت الأهل والعائلات بيكون يوم بعد الظهر أو أيام العطل الجمعة والسبت، فالبرامج موجودة. رح نستمر هلأ أنا رح يكون بشهر 10 مهرجان الفيلم العلمي مع مؤسسة جوتي اللي هو استضافة الأفلام مخصصة للأطفال، بتقريبا نص شهر 10 رح يكون عنا كتير أشياء مع شهر الطفل العربي. فريقنا كمان من الأشياء اللي أنا كتير فخورة فيها صار يشارك، عم ينطلب منا نشارك بمهرجان أبو ظبي للعلوم، عم نعمل السنة الماضية شاركنا وهاي السنة، فرح نكون بشهر 11 برضو متواجدين هناك جزء من الفريق طبعا. فهذا من الأشياء اللي بنفخر فيها إنه عم بنطلب من المتحف إنه يشارك خبراته. هلا عنا المتحف المتنقل، هو ده واحد من أقرب الأشياء لقلبي يعني، رح ينطلق مع بداية العام الدراسي، أول أسبوعين ثلاثة بيكون مشغولين وممنوع الرحلات، بس إن شاء الله هلا الجولة رح تركز على الشمال، كانوا بآخر الفصل الدراسي الماضي في الجنوب، هلا رح نرجع نطلع مرة تانية على الشمال نستغل الجو، فرح يكونوا في جرش وإربد وعجلون ومناطق مختلفة. بتمنى من المشاهدين انه يراجعوا موقعنا على موقعنا الالكتروني عشان يعرفوا المناطق حتى وين رح يكونوا، بطل ما عم نكون بمدن رئيسيه، عم نحاول نطلع على الالويه على القرى اكثر ما بنقدر، انه تتاح الفرصه للاطفال اللي بالمحافظات كمان هم يستمتعوا بالضبط
فكرة المتحف يعني اللي ما بيقدر يوصلوا لعمان، نذكر بس بأوقات الدوام والساعات والعطلة الثلاث. بالمتحف الرئيسي. هي مزبوط، العطلة الثلاث بنفتح كل بقية أيام الأسبوع من 9 للـ6، دوامنا باستثناء يوم الجمعة من 10 للـ7. هاي هي الدوام. المتحف المتنقل تقريبا نفس الإشي برضو من 9 للـ6، الرحلات المدرسية صباحا وبعد الظهر للعائلات وكله مجانا في متحف المتنقل. فأنا بشجع الناس أنها تكتشف وين إحنا موجودين من خلال أو تراجع موقعنا أو صفحتنا على فيسبوك عشان يعرفوا وين رح نكون موجودين ويشرفونا يزورونا. إن شاء الله أنتم خلصتوا المدن الرئيسية. خلصنا كل المحافظات وهلا عدناها مرة ثانية وعم نكمل الجولة، رح نضلنا نعيدها إن شاء الله. يعني رح توصلوا للقرى الصغيرة والنائية. يعني عم نحاول قد ما بنقدر عم نوصل. هي لازم يكون في قاعة اللي تقدر تستقبلنا، بس حتى لما عم نوصل على منطقة ولقينا حتى لو قاعة بسيطة اللي نقدر إنه نحط أغراضنا فيها، عم بيصير ترتيب مع وزارة التربية والتعليم لرحلات من المناطق اللي جنب هاي من القرى، وعم بيجوا لأنه كتير أسهل لهم يجوا من قرية من هون لهون من يجوا لعمان لمتحفنا طبعاً. فهو لسه عم بيريح الناس كتير، فعم بيكون الإقبال شديد عليه. لما عم ننزل مثلا على مناطق زي غور الصافي عم تستضيفنا شركة البوتاس اللي هم أحد الداعمين لإلنا، بيستضيفوهم بيجيبوا لنا أهل المنطقة كلهم من كل مناطق الأغوار يعني. فعم عم نقدر إنه ننتشر إنه يجوا هدول الناس، ما عم بيكون مشوار كتير تقيل عليهم بهيك حالة، بس بنفس الوقت عم بيستفيدوا الحمد لله والإقبال رائع. يعني بدنا نتمنى لكم كل التوفيق. ست سوسن الدلق دلق مديرة متحف الأطفال، دائما على جهودكم الطيبة. يعطيكم ألف عافية. شكرا لكم. أهلا وسهلا فيكي.